أحبتي في المسيح، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من مجلة السعودية، واليوم حنتكلم عن الأناجيل الأربعة. حياكم. أحبتي المشاهدين، يا مرحبا بكم في مقطع جديد من أسئلة المسلمين الشائعة، واليوم بنناقش سوا قصة هل الإنجيل واحد أو أربعة. بعض المسلمين يقولون أن وجود أربع أناجيل تدل على التحريف، هذا لأن مفهوم الوحي عند المسلم مختلف عن مفهوم الوحي عندنا حنا المسيحيين. المسلم يعتقد أن القرآن جاء لمن جبريل قاعد يملي على رسول الإسلام القرآن بشكل إملائي، وأن الإنجيل كتبها تلاميذ المسيح، كل كتب الإنجيل بطريقته الخاصة. ولكن هذا الفكر خاطئ. ليش؟ للأسباب التالية. واحد، الإنجيل هو حياة المسيح وكلامه. المسيح قال توبوا وآمنوا بالإنجيل، مرقس 1:15. لاحظ أن الإنجيل لسه ما انكتب، والمسيح ما كان يشيل بيده إنجيل. إذن المقصود هو حياة وسيرة وسلوك وقصص حياة المسيح، هو الإنجيل. 2، أين هي تلك النسخة؟ لا يوجد أي مرجع تاريخي يثبت أن المسيح كان عنده كتاب اسمه الإنجيل، وكيف لم يسمع أحد عن هذا النسخة من الإنجيل التي نزلت على عيسى؟ هل يعقل أن ينزل الله الإنجيل لهداية الناس ثم تختفي ولا يبقى سوى أناجيل محرفة؟ هل فشل الله في مهمته ونجح المزورون والمحرفون؟ حاشا لله. 3، ليش ربنا يوحي بكلامه؟ مش علشان يهتدي الناس إلى الطريق الصحيح؟ وليش يخلي المحرفين يحرفون كلامه؟ إذا كان الملوك وصناع القرار وكتبت قوانين الدول ما يسمحون لأحد بتغيير أو تأويل كلامهم، فهل هم أقوى من الله؟ حاشا لله. 4، هل إنجيل البشر أعظم من إنجيل الله؟ كل الأناجيل الأربعة كتبت في القرن الأول للميلاد، فهل يعقل أن الله لم يحافظ على إنجيله ولكن كل الأناجيل المحرفة تملأ المسكونة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها؟ حاشا لله. طيب، إيش تعني كلمة إنجيل؟ إنجيل تعني الخبر السار. الإنجيل ليس كتاب أنزله الله على عيسى، بل هو حياة المسيح وسيرته العطرة. الأناجيل تصف سيرة المسيح وحياته، فكل إنجيل كتب حسب شخصية كاتبه، ولكن تصف الحقيقة الواحدة من عدة وجهات نظر حسب الكاتب. متى كتب عن المسيح الملك، ومرقس كتب عن المسيح الخادم، ولوقا كتب عن المسيح الطبيب الإنسان، ويوحنا كتب عن ألوهية المسيح. تعالوا نصلي يا رب، نسألك أنت لا غيرك أن تبين لأحبتي وأهلي المسلمين أسلوبك في الوحي، ويعرفون بأنك أنت خالقهم على صورتك ومثالك، وتريدهم أن يكونوا كذلك، لأن هذه هي إرادتك. يا رب أعطي نعمة لكل من يسمع ويشاهد هذه الحلقة ويتلامس مع روحك القدوس فيطهر يخلص
على حساب الدم الطاهر الذي سفك على الصليب بالمسيح يسوع. آمين. سنين لدى
مع الله صالحني من بعد عداوة دامت سنين بيت أبوي رجعني فرح قلبي اللي كان حزين فرحة أسير ونفك قيدا خليقة جديدة جديدة خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح في المسيح خليقة جديدة خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد الأشياء القديمة قد مضت الكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد سعادة الطفل في يوم عيدة خليقة جديدة 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 أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر الديانة المسيحية أكثر ديانة تعرضا للهجوم والتشويه وكذب طال كل شيء فيها عقيدتها وكتبها ورموزها وتاريخها وحتى أخلاق أهلها حرب إعلامية ونفسية وتحريضية ضد كل شيء مسيحي وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تشويه ما بدأ اليوم لكن بدأ من أكثر من 1400 سنة المسيحيين ضالين المسيحيين مشركين المسيحيين كفار يحاربون الإسلام والمسلمين ما عندهم وازع ديني والناس ما غير تسمع وتصدق ومستحيل أحد يكلف نفسه ويتحقق من صحة هذا الكلام وعشان كذا قررت أتكلم معاكم اليوم عن 10 حقائق مسيحية واضحة وضوح الشمس حقائق معروفة وغير قابلة لا للتحريف ولا للتزوير وسهل جدا تتأكد منها لو بذلت أقل مجهود ممكن للبحث وهذا مش دفاع عن المسيحية طبعا فالمسيحية مش في محل اتهام لكن عشان أعطي كل إنسان يبحث عن الحق فرصة يكتشف فيها الحقيقة الحقيقة الأولى هي أن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى إله أزلي موجود قبل تكوين العالم يعني مش إلهين ولا ثلاثة ولا في أحد أصلا في المسيحية يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يعبد مريم وياريت تسألون اللي قايل ذا الكلام من فين جايبه عشان إحنا بعد نبي نفهم
أما الحقيقة الثانية فهي إن المسيحيين أبداً ما يدعون إن لله صاحبة أو زوجة، استغفر الله. وكلام إنه حب يكون عنده عيال فتزوج واتخذ المسيح ولد له، ونستظرف ونقول ده ما يحب العيال كان كثر، فهذا كلام كذب وعيب جداً في حق الله، وعار كبير جداً يستخدم هذا الأسلوب الرخيص في الهجوم على الناس. فالله مش عرضة لأحقاد البشر، والمسيحية أطهر من أن تفتري على الله الكذب. ولو بحثت العالم كله مستحيل تشوف مسيحي عاقل أو حتى مجنون ممكن يتجرع على الله ويقول مثل ذا الكلام الغريب. ثالث حقيقة مسيحية هي أن الله ما مات على الصليب، واللي مات على الصليب هو جسد أو ناسوت المسيح. فالله روح، والروح ما تموت أبداً، والكون عمره ما كان بدون إله، وهذا الشيء يعرفون المسيحيين أكثر من غيرهم. أما الحقيقة الرابعة فهي أن المسيح جاء للأرض ليفدي الناس ويخلصهم ويهب لهم حياة أبدية، جاي عشاني وعشانك، جاء للعالم عشان يموت على الصليب ويفدي البشرية، وهذه عقيدة وإيمان مسيحي راسخ في نعمة المسيح. فكلام لو كان المسيح هو الله فليش ما أنقذ نفسه يعتبر كلام مش في محله أبداً، وضد العقيدة المسيحية في المسيح اللي جاء للعالم أصلاً ليفدي الناس ويخلصهم مش ليخلص نفسه. أما الحقيقة الخامسة فهي أن حقيقة صلب المسيح حقيقة ثابتة غير قابلة للشك أو التحوير، ثابتة تاريخياً وأدبياً وبشهادة الشهود، وعلى رأسهم السيدة مريم أم المسيح وكل تلاميذه، وشهد عليها الكثير من المؤرخين المسيحيين واليهود وحتى من أصحاب من غير أصحاب الديانات. ففكرة التشبيه فكرة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا يوجد لها مبرر أصلاً. والحقيقة السادسة هي إن الكتاب المقدس كتاب محفوظ بقوة الله من كل تحريف، ويكفي إن المسيح شهد له شخصياً حيث استشهد به أكثر من مرة وردد كما هو مكتوب أو مكتوب، غير أن الإسلام نفسه أثبت صحته وقال إنه هدى ونور وفيه حكم الله. وأتمنى من أي إنسان يملك النسخة الأصلية من الكتاب المقدس يسوي خير ويزودني فيها عشان نكتشف الفرق بينهم ونأكد على التحريف. أما الحقيقة السابعة أعزائي المشاهدين فهي أن المحبة روح المسيحية وذروتها المركزية وفرضها الوحيد، بها جاء كل الناموس والأنبياء. فالمحبة في المسيحية دين وعقيدة، محبة لكل الناس مهما كانوا ومهما كان منهم، محبة للقريب والبعيد، للصديق وللعدو. يعني الزعل ممنوع والحقد مرفوع والكره مرفوض. ثامن حقيقة ثابتة هي أن أخلاق المسيح مستمدة من أخلاق السيد المسيح نفسه. يعني المسيحي ما يخون ولا يكذب ولا يسب ولا يغدر ولا يكره ولا يكيد ولا يمكر ولا يسكر ولا يستخف بالله. المسيحي بار بوالديه، قريب من أهله، محب لوطنه، لا مغرور ولا فاسد ولا شره ولا جشع ولا طماع ولا كسول، ضامن الجنة لكنه مستمر في محبة الناس وفعل الخير، فهذا دينه وإيمانه. الحقيقة التاسعة هي أن المرأة مساوية ومعادلة للرجل تماما وفي كل شيء، وهذه حقيقة 100% وأبصم عليها بالعشرة، لا هو أعلى منها درجة ولا هي أقل منه درجة. والزواج رباط مقدس لا ينحل ولا ينفك ولا يؤثر فيه لا مرض ولا خلفة عيال، مش عقد زواج ولكن عهد حياة وزواج، عهد على الحب والوفاء والصبر والتضحية في الرخاء والشدة، زواج منزه من الخوف والأنانية والترقب والذل والإهانة. الله جمعهم وما يقدر إنسان يفرقهم، فعيشي سعيدة مطمئنة
لأنك في حمى رب يحبك ويحافظ عليك وعلى بيتك. والحقيقة الأخيرة هي أن دم الإنسان مقدس جداً في المسيحية، فلا تدعي بأن المسيحية تنادي بسفك الدم عشان تبرر أفعالك وتقول ما في أحد أحسن من أحد، وتجيب هتلر وقنبلة هيروشيما كمثال. ترى المسيح مش هتلر ولا روزفلت، ومش كل واحد اسمه مايك المسيحي. بالعكس، المسيح أمرنا ما نحمل سيف ولا نتعامل بالشر، وهذا واضح جداً. وكل ما تحتاج عشان تصدق إنك تفتح الكتاب المقدس وتقراه وتكتشف ذا الشيء بنفسك. وفي الختام أرجو من كل إنسان مهتم أو شاك أو حتى غير متأكد من أي معلومة ذكرتها اليوم إن يبحث عن الحقيقة ويحاول يتأكد منها ويكون أمين مع نفسه، وأكيد بيوصل، والله بيدليه على الحقيقة، لأن الله مستحيل يضيعك وأنت تدور عليه. والحين نعمة المسيح معاكم، وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم الأسبوع القادم على خير وفي أمان الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم من الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم المجلة السعودية، وحنختم بفقرة الاختبارات. هذا الاختبار جانا من الأخت ميم من فلسطين، تقول أنا فتاة من فلسطين من خلفية مسيحية ولكن بالاسم، لم أعرف كنيسة ولم أعرف شيئا عن المسيح، أصبحت أتابع برنامجك، وفي كل مرة أشاهد البرنامج تتفتح عيني إلى أشياء جديدة. أنا من بيت لحم المدينة التي ولد بها الرب يسوع المسيح. حاليا المسلمين يعملوا على تهجير المسيحيين من هذه المدينة الصغيرة في حجمها والعظيمة في محتواها. لو سمحت صلي من أجل نهضة روحية في بيت لحم. آمين، الرب يستخدمك أنت في نهضة روحية من أجل بيت لحم. هذه المدينة زي ما وصفتيها صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في قلوب الملايين من البشر، كل جميع أنحاء العالم يتجه أنظارهم إلى بيت لحم عشان يوم الميلاد اللي تولد فيها يوم المسيح. له كل المجد. الرب يستخدمك أكثر وأكثر لخلاص النفوس، وابدأي مع أهلك وأقاربك، وأنتوا أكيد
في صلاتنا بالمسيح يسوع، آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وبشوق إلى لقائكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.